بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بناء على طلب البعض منكم على الفيزا برسل حقيقة، والموضوع من زمان يعني انطرح على مدين حكي، بس اليوم يعني الجو مناسب انه احكي لكم على الفيزا برسرز والإينوتروبس بالإمرجنسي. اللي commonly used drugs بالإمرجنسي او الفيزا برسر بالإمرجنسي اللي راح نحكي عنها، راح نحكي عن الإبي نفرين، راح نحكي على النور إبي نفرين، راح نحكي على الدوبا مين والدوب يوتا مين. الدوب يوتا مين إينوتروبيك ايجنت، ما يحسب هو الفيزوبرسر لان ما بي يعني ما يشتغل على الـ على الـ على البلود فيزل ميسو فيزا كونستركشن، بس راح نحكي عنه لانه يعني استخدامات يعني كيسات تقريبا متشابهه، يعني اكو فد يعني تداخل بالاستخدام مالته، فلهذا راح احكي هندني. هني موجودات بالامرجنسي زين، تلقاهم بصيدله الطوارئ، استخدامهم كامن بالكريتيكلي ايل بيشنت، ولهذا راح احكي عنهم شوي. خش نبلش بالابنفرين. طبعا كل درج راح نحكي عنه راح اشوفه زين، اشوف الامبوله والفايل، وراح احكي ايش قد بيها فوليوم وايش قد بيها الويت مال الدرج، ومن ثم كل درج احكي الانديكيشن مالته، وكل انديكيشن ايش قد الدوز وطريقه الاستخدام. نبلش باول درج راح نسولف عنه هو الابنفرين. الابنفرين موجود عندنا بشكلين، الابنفرين موجود عندنا بشكلين. هذا شكل مال الابنفرين، ما اعرف اذا واضحه بالهذا او هذا الابنفرين. هذا الابنفرين الكاميرا ان شاء الله تجيبها واضحه، حاول اوضحها. الابنفرين هذا 1 ملغ ان 1 مل، هذا الكونستريشن مالته واحد بالالف، 1 ملغ ان 1 مل، هذا سي سي واحد امبوله سي سي واحد بها 1 ملغ. هذا النوع مال الابنفرين ابي نفرين يسموه الكونسنتريشن مالته واحد بالالف. شنو معنى واحد بالالف؟ واحد بالالف مين؟ الواحد يعني واحد جرام، الويت مكان الواحد حط الويت واحد جرام، الالف يعني الف مل، يعني واحد جرام ان الف مل، واحد غرام لكل الف ام ال. تمام؟ يعني شنو واحد غرام؟ واحد غرام يساوي الف ملغرام على ألف مل. ألف مل، ألف ملغرام على ألف مل، يعني عندي واحد ملغرام بالمل الواحد إن ون مل، وهذا عندي الأمبولة زين واحد ملغرام إن ون أم أل، فهذا يسموه واحد بالألف. واحد بالألف. الشكل الثاني مال الإبنفرين هو هذا اللي هو واحد بالعشرة آلاف، اللي هو بعشرة سي سي، هذا إبنفرين بعشرة سي سي تمام، بها مو 1 ملغرام، 1 ملغرام ان 10 سي سي، هذا يسموه 1 بال 10000. يعني شنو 1 بال 10000؟ يعني 1 لكل 10000 ام ال، 1 غرام لكل 10000 مل. يعني شنو 1 غرام؟ يعني 1000 ملغرام على 10000 ام ال، 1000 هنا تروح هنا 1000 تروح، يعني عندي 1 ملغرام ان 10 ام ال، وهذا بالضبط 10 سي سي 1 ملغرام. تمام؟ هذني الشكلين مال الابنفرين، هذا الشكل الشائع اللي هو الواحد مل، هذا اللي احنا نشوفه دائما، هذا يعني احيانا يتوفر، هذا اللي بي 10 مل 1 ملغرام تمام، وهذا ابو ال 1 ملغرام 1 مل، واحد بالعشر، واحد بالالف، واحد بالعشرة آلاف. خوش، خلينا نجي نحكي على استخدامات الابنفرين حتى كل وحده نحكي شلون ننطي الابنفرين. الابنفرين راح نستخدمه بالاستخدامات التاليه زين، راح نستخدمه بالطوارئ بالكاردييك الرست تمام. وين نستخدمه بالطوارئ؟ نستخدمه بالطوارئ ان جنرال بالشوك كفيزا بريسر، نستخدمه بالطوارئ بالانافيلاكسس، انا فيلاكسس، نستخدم الابنفرين بالطوارئ ايضا استخدام اخر بالازمه، بعض كيسات الازمه نستخدمه للبيشنت ايضا الابنفرين، ونستخدمه بالسيمتوماتيك برادي كارديا. كل استخدام الى الدوز مالته والى التفاصيل مالته. نجي على الكارديك ارست. بالكارديك ارست يفضل استخدام الواحد بالعشرة آلاف. اذا ما موجوده تقدر هاي الواحد بالالف تسحبها بسرنجه 10 سي سي وتسحب فوقها 9 نورمال.
انت هنا خففتها سويتها 1 ب 10,000. هاي الامبوله زين اللي هي 1 ملي جرام 1 ام ال تسحبها، هي سي سي واحد بسرنج من 10 سي سي، تسحب سي سي وتسحب فوقها 9 سي سي نورمال. سويتها انت 1 ب 10,000، سويتها انت 1 ب 10,000، تقدر تنطيها بالكارديك ارست. شو ننطيها بالكارديك ارست؟ بالكارديك ارست الدوز مال ابينفرين راح احكي بالادلت، ننطي اي في اور انترا اوسيس، انترا فينوس اور انترا اوسيس، اثنيناتهم بنفس الطريقه. شو تسوي؟ اولا ترفع الاكستريميتي ابوف ذا هارت ليفل، بيشنت نايم سوباين، ترفع الليمب مالته الطرف مالته ترفعه فوق مستوى القلب لي فوق، وتنطي الدرج. الدرج راح تنطيه باي رابيد اي في وانترا اوسيس بوش، رابيد بوش، وانت رافع الاكستريميتي. تنطي وراه راسا بالادلت 20 ام ال 20 مل نورمال سيلين، راسا تنطي وراه 20 مل نورمال سيلين فلاش، تبقي الاكستريميتي مرتفعه لمده 10 الى 20 سكند ثم تنزل الاكستريميتي. خوش، هاي طريقه الاعطاء بالنسبه للادلت. بالنسبه للبيدز البيدياتريك بالكارديك ارست ايضا اي في اور اي او، بالمناسبه كل دراج ينطي اي في، ممكن ينطي انترا اوسيس بنفس الدوز وبنفس التفاصيل، يعني ما راح يفرق شيء. شلون راح تنطي ايضا رابيد بوش، رابيد بوش، خوش، وراها ايضا ترفع الاكستريميتي نفس التفاصيل، بس تنطي وراها 10 مل 5 الى 10 مل نورمال سيلين فلاش. واضح؟ بهالطريقه انت راح تنطي الابينفرين بالكارديك ارست بالادلت وبالبيدياتريك. هذا اول انديكيشن بالكارديك ارست. الانديكيشن الثاني اذا البيشنت عنده انا فيلاكسس، طبعا المفروض كفيزا بريسر احكي، بس هاي صارت بعد انافيلاكسس، خلينا نحكي انافيلاكسس بعدين نحكي كفيزا بريسر. بالانافيلاكسس الابنفرين ينطي بالشكل التالي، اذا كان ادلت البيشنت اول ما تبدي اي ام ابنفرين، ابنفرين بس واحد بالالف، الابنفرين واحد بالالف اللي هو هذا 1 مل 1 ملي جرام واحد بالالف. شلون تنطي هذا الابنفرين واحد بالالف؟ تنطي اي ام انترا ماسكولر. ايش قد الدوز؟ تنطيه 0.3 to 0.5 يعني ثلثها الى نصها تقريبا، ثلثها الى نصها. خوش، جيب سرنجه من 3 سي سي تسحب نص سي سي او ثلث سي سي، اوكي، تنطيها اي ام. وين تنطيها اي ام؟ باللاترال ثاي، لاترال ثاي. ليش باللاترال ثاي؟ لان هذا افضل مكان بالامتصاص بالنسبه للاي ام، بالنسبه لل انافيلاكسس. خوش، 0.3 to 0.5 ملي جرام، خوش، تنطيها باللاترال ثاي يعني فاستس لاترالس. هذا بالنسبه للدوز مال ابنفرين. طيت الاي ام انجكشن ورا 5 الى 10 دقائق ما صارت استجابه، ممكن تعيد الدوز، نفس الدوز تعيده، تمام؟ فكان بي ريبيتد، ممكن كل 5 الى 10 دقائق صارت استجابه فبها، ما صارت استجابه ممكن هنا تجي للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه الابنفرين شلون راح تنطي الابنفرين؟ تجيب هاي الامبوله تحولها الى 1 ب 10,000 باعتبار 1 ب 10,000 مو دائما متوفر. هذا اذا هذا موجود فبها، اذا هذا ما موجود 1 ب 10,000 جيب هاي الامبوله اللي هي دائما موجوده متوفره عندك، زين، اللي هي 1 بالالف، تسحب بسرنجه 10 سي سي، تمام؟ تسحب السي سي هذا كاملا، تسحب فوقها 9 سي سي نورمال، 9 سي سي نورمال، سويتها شنو؟ سويتها 1 ب 10,000، يعني شنو صار 1 ملي جرام ب 10 سي سي، 1 ملي جرام ب 10 سي سي، يعني كل سي سي صار ايش بي؟ صار بي 10 ملي جرام، 10 ملي جرام ايش قد؟ يعني 100 مايكرو جرام، كل سي سي صار بي 100 مايكرو جرام، تمام؟ فشو تسوي انت؟ تذب ال 9 سي سي، تبقي بس هذا السي سي، تذب ال 9 سي سي، سحبت 10 سي سي انت، زين، سي سي الابنفرين 1 بالالف و9 سي سيات نورمال، صار عندك 10 سي سي بيها 1 ملي جرام، كل سي سي ب 100 مايكرو جرام، تذب 9 سي سي تبقي بس 100 مايكرو جرام، تسحب النوب فوقها 9 سي سي نورمال، صارت ايش قد عندك؟ صارت عندك سرنجه بيها 10 سي سي و100 مايكرو جرام، 100 مايكرو جرام من الابنفرين و10 سي سي. هاي ال 100 مايكرو جرام من الابنفرين تنطيها هاي ال 10 سي سي زين مخففه ب 10 سي سي نورمال، 10 ام ال نورمال، تنطيها اوفر 5 تو 10 مينتس سلو انفيوجن اي في او انترا اوسيوس سلو انفيوجن، تمام؟ تنطيها اوفر 5 تو 10 مينتس هذا الابنفرين. خوش،
اذا ما فادت هاي الانفيوجن سلو انفيوجن او عفوا هذا الانفيوجن هو يعني بهالطريقه هاي تقدر انت تجيب هاي الامبوله مال الابنفرين تخففها ب 500 سي سي 1 ملي جرام تخففها ب 500 سي سي نورمال صار عندك شنو صار عندك 1000 مايكروغرام ب 500 سي سي 1000 1 ملي جرام يعني 1000 مايكروغرام 1000 مايكروغرام 500 سي سي يعني كل سي سي 1000 تقسيم 500 ب 2 مايكروغرام فصار عندك فلويد زين نورمال 500 سي سي 500 ام ال ب كل سي سي 2 مايكروغرام بير مل خوش لان حطيت بيه كله 1 ملي جرام شو تسوي تنطيل البيشنت ات رينج من واحد الى 10 مايكروغرام بير مينيت من واحد الى 10 مايكروغرام بير مينيت انفيوجن واحد الى 10 مايكروغرام بير مينيت انفيوجن تنطيها للبيشنت واضح شلون تنطيها انت كل سي سي 2 مايكروغرام اذا راح تنطي انت نص سي سي كبدايه الى حد 5 سي سيات نص سي سي اذا سي سي 15 قطره على حسب الانفيوجن سيت مالتك اذا سي سي 15 قطره يعني تطفى 7 الى 8 قطرات تمام 5 سي سيات اضرب 5 في 15 يطلع حدود 75 اعتقد زين فمن 7 الى 8 قطرات الى حد 75 قطره بالدقيقه هذا الرينج عندك تنطي للبيشنت كانفيوجن هذا بالنسبه للبالغ بالنسبه للطفل الدوز مالته بالشكل التالي بالانافيلاكسس البيدز تبدي بآي ام شقد الدوز مال آي ام بوينت يعني تنطي بوينت او 1 ملي جرام بير كي جي نفس الدوز مال كارديك ارست بالمناسبة الكارديك ارست مال بيدياتريك ما حكينا اعتقد الدوز مالته والتفاصيل مشكلة احكي شفت شوية ان شاء الله من اخلص الانافلاكسس بوينت او 1 ملي جرام بير كي جي هذا نفس الدوز مال كارديك ارست بالبيدياتريك زين بس تنطي وين تنطي اي في او انترا اوسيوس بالاطفال هنا بالانافلاكسس تنطي اي ام وممكن ينعاد كل 5 الى 10 دقائق بنفس الطريقه ينعاد وين باللاترال ثاي اللاترال ثاي خوش اذا ما فات تنطي انفيوجن شلون انفيوجن مال الابنفرين انفيوجن مال الابنفرين بالنسبه للبيدياتريك تجيب نفس الطريقه مال التخفيف اللي هي 1 ملي جرام تخففها ب 500 ام ال نورمال يصير عندك 2 مايكروغرام بير مل هاي طريقة التخفيف اللي حكيناها قبل شوية زين وتنطي الدوز مال البيشنت هو من 0.1 إلى 1.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينت حسبها أنت لو طفل انفنت وزنه 10 كيلوات الدوز اللي راح تنطيه هي 0.1 تضربها في 10 يطلع عندك شقد 1 مايكروغرام خوش كبداية 1 مايكروغرام السي سي عندي ب 2 مايكروغرام فأبدي بنص سي سي بالدقيقة وتايتريت أب خوش طبعا راح تصعد إلى 1 إلى 0.5 ماكسيموم 1.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينت ممكن هذا الدوز إذا طفل وزنه كبير ممكن يوصل إلى دوز أعلى من الأدلت فأكيد لا أنت الماكسيموم دوز هو 1.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينت أور ذا أدلت دوز حتى لا تصعد أكثر من الأدلت دوز تمام هذا بالنسبة للأنافيلاكسس بالنسبة للبيدياتريك الكاديك الرست نفس الطريقة حكيتها أني بس الدوز 0.01 ملي جرام بير كي جي زين دايركت اي بي بوش توقع ما حكيتها نجي كفيزوبرسر الابنفرين كفيزوبرسر شنو اللي يميز الابنفرين عن بقية الفيزوبرسرز الابنفرين يتميز انه هو يشتغل على الالفا والبيتا ريسبترز بوث فممكن يشتغل فيزوبرسر اند اينوتروبيك ايجنت ينطي ايضا اذا البيشنت كان البلود بريشر مالته لو شوكت بيشنت والبلود بريشر مالته كلش لو سيستوليك بلود بريشر هايبوتنسيف سيفيرلي هايبوتنسيف ممكن يكون مفيد دير بالك الابنفرين بالكارديوجينيك شوك ممكن يزيد المورتاليتي حط هذا ببالك فافويد الابنفرين بالكارديوجينيك شوك ايش قد الدوز مالته الدوز مال الابنفرين بالنسبه للادلت بيشنت انت عندك يعني قلنا من 1 مايكروغرام per minute بالأدلت يعني infusion 1 مايكروغرام per minute ممكن تصعد up to 20 مايكروغرام 10 to 20 مايكروغرام per minute 10 to 20 مايكروغرام per minute تصعد الدوز إذا تتحسبه per kg الأدق
اللي هو ممكن بالادلت والبيدياتريك هو من 0.05 الى من 0.05 الى 0.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. هذا يستخدم كفيزوبريسر الابنفرين ادلت بيدياتريك. هذا الدوز 0.05 تو 0.5 مايكروغرام، ادق مما تحسبه رفلي. اذا هذا الرفلي زين، هذا تحسبه 0.05 تو 0.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. هذا الابنفرين كفيزوبريسر. خوش، بعد شنو قلنا؟ قلنا بالانافيلاكسس، بالكاردياك ارست، بالبراديكارديا. الدوز مال الابنفرين بالبراديكارديا حيكون بالادلت ننطي انفيوجن من 2 الى 10 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. طريقه التخفيف نفسها، فانت تقدر تحسب ايش قد الرينج. وبالبيدياتريكس، بالبيدياتريك بيشنت براديكارديا هو 0.01 ملي جرام بير كي جي اي في، مو انفيوجن، اي في تنطيه يعني بالضبط مثل الدوز او انترا اوسيس. زين، هذا كل شيء نعطي انت اي في، ممكن نعطي انت انترا اوسيس. نفس الدوز مال الكارديك ارست بوش، تنطي تنعاد كل 3 الى 5 دقائق، every 3 to 5 minutes. اذا ما استفاد البيشنت ممكن انت تبدي له دوز من 0.1 to 0.3 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت ابنفرين انفيوجن. خوش، هذا بالنسبه للابنفرين. الفيزوبريسر الاخر اللي راح احكي عنه هو النورابنفرين. اعتقد النورابنفرين شايفيه انتو زين، ايضا موجود بصيدلية الطوارئ. هذا نورابنفرين، تمام. انا اسف بس الشاشه صغيره مال التليفون، فمدى اشوف التعليقات قاعد تنكتب، بعدين راح اشوفها ان شاء الله، واذا اكو سؤال اجاوب عليه. هذا النورابنفرين ب 4 سي سي زين، 4 ملي جرام، 4 سي سي 4 ملي جرام، يمكن مو كلش واضحه من دا اقربها، بس اللي شايفه 4 سي سي 4 ملي جرام. هذا النورابنفرين. خوش، استخدامات النورابنفرين وين؟ النورابنفرين ايضا يستخدم كفيزوبريسر نون سبيسيفيك. النورابنفرين نجمه صاعد، اكو دراجز على غفله تشوف استخداماتها تكثر، انديكيشن مالتها تكثر، الناس تحبها زين، واكو دراجز اخرى يعني تبدي لا نجمها يقفل. النورابنفرين هسه من الفيزوبريسرز اللي نجمها صاعد، فاستخداماتها البيشنت اندفرينشيتد شوك ممكن تستخدم النورابنفرين زين، يعني افضل من بقيه الفيزوبريسرز. ايضا يستخدم از فيرست لاين بالسبتيك شوك، كلها نفس الدوز راح احكي عنها تقريبا. وايضا بالنيوروجينيك شوك، نيوروجينيك شوك مو شرط، هو مو فيرست لاين بس مبدئيا يعني ممكن تستخدمه حاله حال السبتيك شوك. كفيزوبريسر بالاندفرنشيتد شوك ايضا ممكن تستخدم النورابنفرين. كارديوجينيك شوك ايضا. اوكي، النورابنفرين ايش قد الدوز مالته؟ النورابنفرين بالادلت رفلي ممكن من 0.5 الى 50 مايكروغرام بير مينيت انفيوجن. هذا ادلت اي في انفيوجن، اي في انفيوجن ادلت. بالبيدياتريك بالاطفال الدوز مالته هو 0.05 تو 0.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. خوش، يعني نفس الدوز مال الابنفرين زين، 0.05 تو 0.5 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. خوش، ايضا انفيوجن اي في انفيوجن، اي في انفيوجن. هذا البيدياتريك، هذا الادلت دوز مال النورابنفرين. بالسبتيك شوك لا تصعد لل 50 مايكروغرام، على حسب يعني قسم تكست تقول لك اصعد قسم لا زين، ممكن تصعد اب تو 30 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. هذا السقف مايكروغرام بير مينيت عفوا بالادلت، هذا السقف بالسبتيك شوك بالنسبه للنورابنفرين. لان يقول لك بالسبتيك شوك اذا صعدت فوق هذا الدوز راح تحصل بس مشاكل، ما راح تحصل بعد اكسترا بنفيت. فهذا الابر ليميت مالتك بالنسبه للسبتيك شوك. ممكن تضيف فيزوبريسين، ممكن تستعيض عنه بدراج اخر اذا ما جاب لك نتيجه وما صعد لك البلوب بريشر. واضح، هذا بالنسبه للنور ابينفرين واستخدامات النور ابينفرين. نجي على الدراج الاخر هو الدوبامين. الدوبامين هو من الدراجز اللي يعني يفضل ان تبتعد عنها بالشوك، خصوصا اندفرينشيتد شوك، لانه يزيد لك المورتاليتي، بس لا باس انه اذا ما كان عندك خيار اخر يعني زين، وبس الدوبامين موجود عندك يعني لا باس ان نحكي عنه ونشوف شلون الاستخدام مالته.
دوبامين. Where is the dopamine؟ موجود عندي هنا في مكان ما تخطوه هذا الدوبامين. يعني ما أعرف إذا هذا حيبين عندي، يعني إن هو شفافي هاي الأمبولة بيها هاي خمسة سي سي بيها 200 ملغرام، خمسة سي سي بيها 200 ملغرام. يمكن عندي واحدة شوية هاي شوية أفضل تبين عندي. زين هاي دوبامين اللي هم مبينة نفس الشيء، ما أعتقد كتابتها مو كلش واضحة يعني ما تبين بالكاميرا، أنا بعيني دا أشوفها بس بالكاميرا شوية مو واضحة. المهم 5 سي سي 200 ملغرام، 5 سي سي 200 ملغرام يعني كل سي سي شقد بي؟ كل سي سي بي 40 ملغرام. تمام، هذا الدوبامين. خلينا نجي على الدوبامين انديكيشن. الدوبامين أيضا ممكن نستخدمه وين؟ نستخدمه كفيزو بريسر، فيزو بريسر بالشوك. طبعا كانوا يستخدموا رينال دوز على مود اللو دوز اللي هو اقل من 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 5 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت، على مود انهانس رينال بيرفيوجن. تضحوا الموضوع هذا يعني ما بي فد بنفيت فما راح احكي عنه. الفيزا بريسر زين بالشوك ستيت، ونستخدمه ايضا بالبراديكارديا بالسيمتوماتيك او هيمودايناميكلي انستابل براديكارديا. كفيزا بريسر بالشوك ستيت شلون يستخدم الدوز مالته؟ الدوز هو من 5 الى حد 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت ادلت بيدياتريك. الدوز مال الدوبامين، هذا دوبامين ادلت بيدياتريك، هو 5 الى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. انا ايش اسوي؟ اجيب بالمناسبه النوربينفرين التخفيف مالته يعني بنفس الطريقه اللي خففت بيها الادرينالين. انا اسف هاي الشغلات سكيبت يعني نسيت احكي بيها. تجيب الامبوله ام ال 4 ملغرام او امبولتين ام ال 4 ملغرام 4 ملغرام 8 ملغرام، تخففها ب 500 سي سي نورمال، يطلع عندك بالسي سي الواحد 16 مايكروغرام. ارجع وسجلها يمك، هذا بالنسبه لطريقه التخفيف مال النوربينفرين. عندك هذا الدوبامين، الدوبامين انا شو اجيب؟ اجيب امبولتين ونص. اذا الامبوله بها 200 ملغرام يعني معناها 200 ب 200 بنص يعني 500 ملغرام، امبولتين ونص 500 ملغرام، اذوبها ب 500 سي سي نورمال، يعني تقريبا زين يصير عندي سي سي الواحد ب 1 ملغرام، خوش؟ وابدي اشوف، فرضا عندي مريض وزنه 70 كيلو. 70 كيلو. خوش؟ هذا المريض 70 كيلو الستارتنج دوز مالته 5 في 7 35 صفر 350، وبعدين 20 2 في 7 14 صفر صفر 1400. فعندي الدوز من 350 مايكروغرام الى 1400 مايكروغرام بالدقيقه. زين شلون احصل هذا الدوز؟ باعليه اني مو خففت، خليت عندي السي سي الواحد، مخففت الدوبامين، حطيت اني امبولتين ونص، امبولتين ونص ب 500 مل، صار عندي كل مل ب 1 ملغرام، كل مل ب 1 ملغرام. فانش حصلت السي سي الواحد ب 1 ملغرام او 1000 مايكروغرام. زين انا الستارتنج دوز هو 350 مايكروغرام، 350 مايكروغرام يعني تقريبا يعني ثلث الالف. 350 هي ثلث الالف. اذا انا عندي بالسي سي الواحد 1000 واني اريد ثلث الالف، فانطي ثلث سي سي، السي سي 15 قطره يعني ابدي بخمس قطرات للدقيقه. خوش؟ الى حد 1400. 1400 يعني مره ونص تقريبا، يعني لو نقول 1500 تقريبا يعني السي سي الواحد 1000، ف 1400 تقريبا مره ونص يعني سي سي ونص. فابدي من ثلث سي سي اللي هو خمس قطرات بالدقيقه الى حد سي سي ونص. زين السي سي 15 قطره، النص 7 الى 8 قطرات، 7 و15 تقريبا 22 23 قطره، 22 الى 23 قطره بالدقيقه. خوش؟ فاضبط الدوز مالتي بهالطريقه وابدي اصعد gradually الى ان احصل مالتي الريسبونس. هذا بالنسبه للدوبامين. بالنسبه للبراديكارديا، البراديكارديا الدوز مالته بالشكل التالي. بالادلت الدوز مال الدوبامين، طبعا بالبيدياتريك ما يستخدم الدوبامين، يستخدم بس الابنفرين. بالادلت ممكن نستخدم الدوبامين. الدوبامين الدوز مالته هو من 5 الى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت، يعني نفس الدوز اللي حكيناها بكفيزو بريس. هذا بالنسبه للدوبامين، ما احكي بعد عنه اكثر لانه انا ما اشجع على استخدامه الا اذا كان يعني ما عندك غير خيار. زين فقط الدوبامين. اخر دراج راح احكي عنه هو مو فيزو بريسر، هو اينوتروبيك وهو الدوبيوتامين.
This is the dopamine. Dopamine. تمام؟ الدوبيوتامين ب 20 سي سي هذا 20 سي سي 250 ملغ. هذا شوية أوضح. هذا شكل آخر. هاي الدوبيوتامين. زين؟ 20 سي سي 250 ملغ. ما أعرف إذا تبين عندي بالكاميرا ولا. هذا شكل آخر ما الدوبيوتامين. وين استخدام الدوبيوتامين؟ الدوبيوتامين إينوتروبيك. استخدمه لما عندي البيشنت يحتاج سبورت تو ذا هارت. يعني شو وقت البيشنت اللي عنده البلود بريشر مالته اكسبتد، البلود بريشر مالته زين بس عنده هايبو بيرفيوجن بيكوز اوف كارديوجينيك شوك، فاستخدم الدوبيوتامين بيكوز اوف يعني كارديوجينيك يعني كاردييك امبيرمنت. دوبيوتامين استخدم الدوبيوتامين. خوش الدوبيوتامين استخدمه اذا البيشنت عنده شوك على الرغم من الفيزو بريشر وصعد البلود بريشر ويا الفيزو بريشر لكن ستيل البيشنت هايبو بيرفيوجن واكتشفت انه عنده كاردييك dysfunction. ممكن أضيف الدوبيوتامين على الفيزوبريسر. الدوبيوتامين إيش قد الدوز مالته؟ adult pediatric 0.05-2.5 microgram per kg per minute. نفس الدوز مال الدوبامين هم يعتمد على الكي جي. adult أو pediatric تخفيف بنفس الطريقة. أجيب يعني هي 250 فأجيب أمبولتين يصير 500. اذوبها ب 500 سي سي تقريبا. شوف انا اضيف فوليوم يعني، يعني هاي لما اضيفها ل 500 سي سي هنا 20 سي سي 20 اضيف 40 سي سي ل 500 سي سي بس تقريبا رفلي. انا تقريبا عندي اضافه 500 ملغ من الدوبيوتامين لل 500 سي سي نورمال راح يصير عندي كل سي سي ب تقريبا 1 ملغ. كل سي سي ب 1 ملغ اوف دوبيوتامين. وبنفس الطريقه انت راح تحسب الدوز مال الدوبيوتامين. اوكي دقيقة الدوز أنا آسف هذا الدوز مال نوربنفرين أنا آسف بس عدل هذا الدوز. الدوبيوتامين الدوز مالته سوري يعني ما انتبهت من 2 إلى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينتس. أوكي من 2 أنا آسف جدا هذا الدوز مال الإبنفرين صحيح. أوكي صحيح الدوز أنا آسف زين من 2 إلى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينتس. من 2 إلى 20 مايكروغرام بير كي جي بير مينتس. هذا يعني باختصار الفيزوبريسر والإينوتروبيكس اللي نستخدمها بالإمرجنسي مع الإنديكيشن مالتها. شكرا جزيلا.